السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كومنت جميل أنا استفدت منه الصراحة، فحابب أشاركه معاكم لأنه مهم جدا بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتيرة، وأنا عارف ليه. طيب بيقول الكومنت: عايز أقول لحضرتك حاجة، يا ريت تشوف نسب المشاهدة عشان تعرف تأثير قناتك وقارنها بزمان أيام شرحك للريفت والتأثير اللي كان معمول وشهرة الحياتية في كل وطن عربي. إيه اللي حصل لك؟ بقيت دلوقتي مشاهدات بالعشر مشاهدات، مش بترد على تعليقات الناس الا كل فين، وحتى انشطتك ما بقتش للاستفاده، بقت توثق للحظات خاصه بيك، فيديوهات عن المراكب ومش عارف ايه. خير يا استاذي، يا ريت ترجع زي زمان ايام ما كنت شغال في الديار وكنت فعال على الشبكه العنكبوتيه وبتنشر النشر اهي. طيب جميل جدا، ويعني لازم الواحد يتقبل النقد، وزي ما الامام الشافعي قال: رحم الله رجلا اهدى اليه عيوبي. وكومنت جميل جدا ويعني محترم جدا. انا لغيت الاسم لان مش عايزين، مش برد على الشخص، انا برد على الافكار. يعني حتى لما بنناقش حاجه احنا بنناقش الفكر، مش بنناقش الشخص نفسه، الشخص نفسه اللي كل الاحترام والتقدير. طيب بالنسبه للمشاهدات، انا مش فارق معايا المشاهدات قد ما فارق عندي الناس تستفاد. يعني ساعات انا اعمل فيديو بياخد مني وقت كتير جدا، لكن انا عارف ان اللي هيستفاد منه واحد او اتنين، لكن ده انا عايزها. مثلا فيديو عن البرمجه، او فيديو لما قعدت اشرح لغة الرينج، دي لغة عاملها شاب مصري محمود زايد، وانا متعصب للحاجات اللي هي تبقى اوبن سورس، متعصب للحاجات اللي هي البرمجة، فلازم ان انا ابذل جهد. في ناس بتقول لي خد فلوس في مقابل ان انت تشرح حاجة معينة، مثلا برنامج هو اليوم انا شفت البرنامج ما لقيتوش حلو فمش هشرحه، مش هغش الناس. طيب دلوقتي انا ما اقدرش اشرح الرينج التاني، ليه؟ لان انا شرحته، انا عامل ما يقارب مثلا تقريبا ممكن يكون 800 900 فيديو في شرح الريفت، هعيد تاني. في قنوات عملت كده وانا مش عايز اعمل كده. يعني في قنوات بدات تعيد الشرح تاني، وقنوات اجنبيه، مش بتكلم عن قنوات عربيه، قنوات اجنبيه كل شويه يعيد نفس الشرح لان الفيديو بقى قديم. انا مش يوتيوبر، تمام، ولا ادعيت ان انا يوتيوبر. اليوتيوب بالنسبه لي وسيله، لو انا الاقي برنامج يرفع الفيديو على قنوات كتيره في نفس الوقت ما عنديش اي مشكله خالص، يعني يرفعه على فيسبوك ولينكد ان واي سوشيال ميديا ما عدا اللي فيها مشاكل زي التيك توك والحاجات دي، لان مفاسدها اكتر من حسناتها، فمش عايز ادخل في الحاجات دي. كنت عملت قناه قبل كده على التيك توك، وبعد كده لما فكرت لقيت ان ضررها اكتر، مش تقدر تنافس المحتوى التافه، وممكن حد يكون عايز يعمل المتابعه ليك على التيك توك ويلاقي حاجات تافهه كتير، فبلاش. تمام، انا مش يوتيوبر، اليوتيوبر بالنسبه لي اداه، انا راجل عندي معلومه وحاولت ان انا انشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لما بلاقي معلومه جديده اتعلمتها في الريفت بشرحها، لو لقيت معلومه في النفس وركس بشرحها، لو لقيت معلومه في الذكاء الاصطناعي بشرحها. القناه عليها كام فيديو؟ تقريبا 9500 فيديو. تمام، في يوم انا نسيت اللابتوب في الشركه وكنت قاعد فاضي، تمام، فلقيت فيديو جميل اعتقد ان هو كان زياره المتحف، وانا كنت زرت المتحف دوت ورفعت الفيديو، فمثلا رفعت فيديوين ثلاثة، مش هي دي اللي تعمل مشكلة او تقول ان القناة بقت تأثيرها اقل. انا بالنسبة لي مش هتفرق، لو حد عايز يعمل فيديو ريتش عالي في افكار كتيرة كده، يعني اليوتيوب بينصحني بيقول لي قلل الفيديوهات اللي انت بتعملها عشان توصل لاكبر عدد من الناس ومشاهدات والحاجات دي كلها، نزل فيديو واحد في الاسبوع. طب انا دلوقتي عرفت معلومه ليه اكتمها لاخر الاسبوع؟ لا اقولها، انا مش فارق معايا قد ما فارق معايا الاستفاده. يعني انا ممكن اقعد اضيع وقت كتير في ان انا اعمل فيديو بمؤثرات والشغل الانيميشن وشغل الحاجات ديت، لكن انا لا، انا ببذل الجهد ده في ان انا عندي حياتي الخاصة، عندي حياتي بتاعت الشغل، عندي ممكن حاجة حد طلب مني شغل اعملها، فدي كلها يعني وقت، انا وقتي محدود 24 ساعة، بننام منهم 8 ساعات وفي الشغل 10 ساعات، فبتلاقي الوقت محدود. زمان كانت الاسئلة يعني عارف ان ملهاش اجابة تانية، وبعدين كنت ببذل جهد كبير جدا عشان ارد على الاسئلة. ساعات ممكن اقول له ابعت لي الفايل واقعد افتح الفايل ساعتين، ممكن اقعد احاول اجاوب على السؤال دوت، لكن دلوقتي مبقاش فيه الوقت خالص. يعني الوقت اللي هاخده لازم اخده من وقت عيلتي او هاخده من وقت النوم بتاعي. فمش صعب الواحد يرد على كميه التعليقات الكتيره. بحاول قدر الامكان يعني كل شويه بدخل احاول اجاوب على كومنت اتنين تلاته، لكن ان انا الزم نفسي مستحيل.
يعني لما يجي لي مثلا كل يوم مثلا 20 30 كومنت مش هقدر اجاوب عليهم. لما يجي لي على الماسنجر على الخاص كل شويه رسائل حد عنده مشكله، طب انا في الشغل بتاعي عندي مشكله، انا لو اعرف اجاوب بجاوب، لو ما اعرفش بقول له ممكن تستعين مثلا بكتاب زي كذا، وانا ما عنديش العلم الكامل ان انا اقدر اجاوب على كل الاسئله. يعني عندي مشكله في ان انا ممكن سؤال انا ما اعرفش اجابته، تمام، او محتاج مني جهد عشان اجاوب عليه، محتاج ان انا اتفرغ، فما فيش الامكانيه دي دلوقتي. زمان ما كنتش متجوز، دلوقتي بقيت متجوز، زمان ما كانش عندي اولاد، دلوقتي عندي اولاد، عندي التزامات، تمام، في حاجات انا بدرسها بشكل مواصلك. فممكن حد بينظرني على فكره ان انا يوتيوبر او انفلونسر، انا لا يوتيوبر ولا انفلونسر ولا مدعي هذا، انا راجل بيحاول ان هو ما يكتمش المعلومه، حاول لو اتعلمت معلومه انشرها، ما اتعلمتش معلومه مش هنشرها، لان مش هقول حاجه بجهل. لو انا عايز ريتش في حاجات كتير جدا ممكن اتكلم فيها، تمام، وهتلاقوا الناس منفعله جدا. زي مثلا انت كل شويه اي حاجه طالعه جديده تقعد تتكلم فيها، تمام، هتلاقي الريتش عالي قوي، كل شويه ترند ترند ترند. لكن فيها في القران بيقول لك ايه، ان يعني يوم الايام يقول وكنا نخوض مع الخائضين، اي موضوع الناس بيتكلم فيه هتكلم فيه، وده غلط طبعا. لا انا ما انا ما افهمش فيه، لا انا عندي غلطات او عندي غلطات كتير جدا، فلذلك انا بلا داعي ان انا انفلونسر، لان انا عندي غلطات. من ضمن الغلطات اللي عندي المتابعه الكتيره على الفيسبوك، وبحاول اقلل، وبحاول قدر الامكان ابعد التليفون عندي قدر الامكان، بحاول بقدر الامكان اعالج العيوب والمشاكل اللي عندي. واي حد بينصحني بقول له جزاكم الله خيرا. الاوفيس بوي عندي في الشركه قال لي، كنت لسه يعني، قال لي خلي بالك انت بتصرف فلوس كتيره مع الناس اللي معاك، وانت راجل مش لاقي تاكل، حاول ما مش كل شويه ما تطلب ماكدونالدز وكنت تطلب معاه. جزاكم الله كل خير. خلاص تاكل فول وطعميه، وبدات انا وهو نجيب فول وطعميه وناكل مع بعض، ما عنديش اي مشكله خالص في تقبل النقد، لكن احنا بنفكر مع بعض. طيب من ضمن الحاجات مثلا اللي ممكن تجيب ريتش عالي وتعجب الناس وكده، اللي انت تقعد تعمل ملخصات افلام، تمام، ده لو حد بقى بيبص على فكره. بس اولا يعني ما فاتش حاجه للناس، يعني القناه حتى لو صغيره وعدد المشاهدات قليله لكن بتفيد عدد صغير، ما فيش مشكله. المشاهدات الافلام مش هتفيد حد، لكن الريتش بتاعها عالي. ولو شفت اي قنوات بتعمل ملخصات الافلام هتلاقي بتحقق فلوس كتيره، بتحقق انتشار رهيب، بتحقق كذا، وممكن تبقى افلام مثلا بتتكلم عن العماره والحاجات دي كلها. لكن ممكن حد يتفرج على الفيلم ويلاقي فيه مثلا مشاهد سيئه فناخد بذره وهكذا. فيعني كل واحد بيوزنها، بيلاقي ان افضل حاجه ان هو لما يتعلم حاجه في الشغل. يعني الكومنت ده على فيديو كان خاص بايه؟ كان خاص باداه خاصه في السكتش اب، تمام، خاصه بالذكاء الاصطناعي جوه السكتش اب. فالفتره دي انا شفت ان الافضل ان انا اركز على الذكاء الاصطناعي. انا هدفي ان القناه تفيد الناس، لو انا حسيت انها مش مفيده للناس خلاص مش هزود فيها، واركز ان انا ابذل الجهد ده في حاجه تانية، تمام. وانا بصيت على حسابات القناه بعد ما قريت الكومنت، ما عنديش مشكله خالص ان لو واحد بس اللي بيستفاد يبقى 100 100، لو كلمه واحده بس ربنا قبلها من الكلام خلاص، انما يتقبل الله من المتقين. فمش العبره مش بالعدد، قنوات كتير اتعملت في الـ في الـ في الريفت خلاص، دي حاجه كويسه. لو انا جاي اشرح حاجه ولقيت صديق ليا او اخ او حد كويس شرح الحاجه ديت وبالعربي، خلاص مش مضطر ان انا اشرحها تاني، خلاص يعني هو قام باللي المفروض ان انا اقوم بيه، تمام. فخلاص واحد فينا عملها خلاص، مش فكره ان انا اعمل فيديو او اشتهر او الموضوع ده مش موجود عندي. الموجود عندي هتقدر تفيد الناس ولا لا؟ لو مش هتفيد الناس خلاص، يعني ما ممكن واحد بيقعد، في ناس بتقعد تتفرج على فيديوهات القناه وبعد كده يعيدها تاني او يرفعها. انا في فيديوهات عندي كتيره مرفوعه على قنوات تانيه ولا اي مشكله خالص وناس يعني افاضل دكاتره الجامعه واخدين الفيديو ورفعوه وما فيش اي مشكله خالص، وعمري ما ببلغ عن حد ما دام ما خدهاش وعملها بشكل سيء. حتى في بعضهم خد الفيديوهات وبوحها بصوتي بالفيديو بتاعي، ما فيش اي مشكله خالص، ما عنديش اي مشكله خالص، انا مسامح. يعني نسال الله ان نكون الا نكون سبب في ان حد تنزل درجاته في الحسنات بتاعته. انا مسامح اي حد ياخد الفيديوهات يفيد بيها الناس، يحط عليها اسمه، يحط صورته، يحط كذا، المهم الناس استفادت. حتى لو الناس ما عرفتش القناه او ما عرفتش من اللي عمل فيديو، المهم ان ايه، المعلومه حد استفاد منها واتفتح له باب رزق.
والحمد لله القناة عدد اللي استفادوا منها يعني بالملايين، ده حسب الإحصائيات اللي موجودة في القناة، ونسأل الله إن هي تكون نافعة. يعني لو القناة سببت في إن في واحد فتح بيت وبدأ يجيله دخل كويس من الحلال، فده كافي بالنسبة لي، كافي جدا، أحسن ما يبقى فيها ملايين الناس بتدخل وتضحك وتعمل وبتاع. ممكن أعمل مثلا فيديو أنا طويل ساعة كاملة، تمام، وممكن مرة تانية أعمل فيديو دقيقة مثلا، حسب الوقت وحسب الحاجة وحسب كذا. أنا بحاول أرد على كل الأسئلة، لكن ممكن الوقت ما يسعنيش. ممكن أنا واقف في مشكلة، يعني أنا مثلا دلوقتي بشتغل ببرنامج جديد أنا مش شاطر عليه قبل كده في الشغل ده حقيقي، ففي مشاكل كتير بتواجهني وبحاول أحلها. فمش معقولة وأنا شغال حد هيبعت لي رسالة على الماسنجر وأنا عايز أرد عليه، لكن هبذل جهد عشان أدور على المعلومة ساعتين ثلاثة واسيب المشكلة اللي انا فيها كده، انا مش امين على الشغل اللي انا فيه. لا، لازم اركز واروح ايه، لا انا مش هقدر ان انا اعمل الحاجة ديت. بعتذر له، ابعت له فيديو، ابعت له حاجة، ادور على النت. يعني حد لسه امبارح هات لي الحاجات دي، عايز اللينكات بتاعتها، اللينكات بتاع شرح الفيديو، وممكن تجوجلها لان انا مثلا سايق مش فاضي الحاجات دي كلها. فلازم نقدر بعض. يعني انا ممكن يكون في قناة انا بستفاد منها، لكن انا عارف ان الراجل مش متفرغ لي، فانا يعني ببعت له اقول له لو سمحت عن عندك وقت تجاوب على السؤال دوت، وبحاول قدر الامكان ان السؤال يكون على عين بحيث ممكن حد تاني يجاوب عليه. يعني دلوقتي بقى في منتدى تبع اوتوديسك بالعربي، نقدر نحط الاسئله بتاعتنا ونتلقى الاجابه من اكتر من شخص، لان انا ممكن ابعتها مثلا لاحمد يكون مشغول، ممكن ابعتها لمحمد يكون دلوقتي فاضي، فالاحسن ان احنا نشاركها مع الناس كلها. وانا بعتذر ان انا مش قادر ارد على تعليقات الناس، لكن هو الوقت محدود، الوقت محدود. يعني انا مثلا برجع من الشغل قدام مثلا ساعه هاكل فيها واقعد مع الاولاد واقعد مثلا اريح شويه واجاوب على الكومنتات، فبتبقى دي مشكله. دي المشاهدات بتاعت القناه، تمام. كم مليون اهم الفيديوهات اللي موجوده، تمام. محاضره الذكاء الصناعي دي لسه منزلنا قريب، تحويل الاوتوكاد الى ريفت، جوجل بارد، أهمية الغباء في البحث العلمي. يعني الموضوعات كلها شايف إنها موضوعات مفيدة وحاجات كويسة. ممكن أنا في فترة من فترات مشغول شوية بالحاجات بتاعت الأطفال، فممكن تلاقيني شرحت، بس مش بشرح، بجيب لعبة أطفال ونعملها. أنا بحب مثلا أعمل حاجات مانيوال، بس مش عايز أحطها في القناة، دي حاجات لي أنا. في حاجات مثلا حيل سحرية مش بحطها في القناة، إنما ممكن الاقي مثلا انا بتعلم برمجه عشان اعلمها لابني فبحطها في القناه لانها هتفيد الناس، يعني كلنا هنستفاد منها وهكذا. فيعني اعذروني لو في فيديو ما عجبكوش، لكن في المجمل ان شاء الله هتلاقي المحتويات كويسه. يعني تعال نشوف المحتويات في اخر كام يوم كده. المحتوى هنلاقي حاجات خاصه بالذكاء الاصطناعي وحاجات خاصة بالذكاء الصناعي المرتبطة بالشغل الهندسي هكذا، تمام. ازاي نستخدم شات جي بي تي، في حاجات خاصة بالمسابقات المعمارية، في حاجات خاصة بالاوتوكاد، تمام. فيعني ممكن في فيديو او فيديوين ما عجبوش، يا ريت تكتبوا لي على الكومنتات ان الفيديو ده مثلا مش عاجبني، خلاص نشيله حتى لو عجبني انا، ما دام مش عاجبكم شيل ان شاء الله. وجزاكم الله كل خير، وشكرا للي كتب بالتعليق، وجزاكم الله في كل خير، ورحم الله الرجل الأهدى إلي عيوبي.